الصبر عن معصية الله في معاصي. يا جماعة بتهيأ للعبد، وانت ما تفتكر تحفظ القرآن وما شاء الله قاعد في المسجد ومهيأ للطاعة إنه المعاصي ما بتجيك. لا، المعاصي بتجيك في كل مكان. شيطان ده شغال، شيطان ما شغال في ناس الخمر والغناء وإلى آخره، براون لناس الطاعة ذاته بجيهم. اليوم اللي بتظن مجرد ظن إنه أنت بقيت في منزلة خلاص الشيطان ده ما بجيك، أنت يا دوب تورطت. اليوم اللي بتقول خلاص أنا الحمد لله بقيت خلاص خطير جدا وتاري الشيطان ده ما بجيني، اللي يمشي يشوف الجماعة ديلك، لا لو يا دوب جاك يا دوب قدر عليك ما بخليك. أفهم المعلومة دي؟ نايم قريت آية الكرسي وبكون لاف من بعيد، طبعا ما بيقدر يقرب منك، منتظرك بس تصحى متين. صحيت كان أخوانك ديل ساي، واحد عنده مشكلة صاري وش يجيك الشيطان يقول لك شايفه صاري لك كيف؟ زول عنده حاجة معاك يا زول، ما في حاجة، الزول صاري ساي عنده مشكلة، انت تجيب له مشكلة برضو؟ شيطان ده بيجيك. عشان كده رب العزة والجلال قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان شنو ينزغ بينه. بعدين بيجيك والله يقول لك انت عرفت التجويد، بعد ده بتحفظ براك أبو جمارك أبو جمارك، انت تاني نشوف لك حيلة، جو صحوك تنفض يدك يا أغمالكم معانا وكذا، يا زول اصبر شوية والله يجيك في حيل بحاجات كثيرة بيجيك لها. يقول لك شوف الزول لا مفتري كيف، والزول لا تعبنا كيف، ولا مفتري ولا تعبك دار لك الخير، وشوف ده كذا وشوف ده حقار وشوف ده كيف وده بعامله كيف وده ما بعامله كيف. شيطان ده بجيك ببلاوي كثيرة، ركز معاي كويس، شيطان ده بجيك. خليك زول حصيف، زول ذكي، زول موفق، ما تلتفت له زول، اشتغل في دربك عديل والله الذي لا إله غيره تبتلى. ابن القيم رحمه الله قال في الفوائد، قال في جندين، في جند فيه الملك وفيه العقل والقلب، ثلاثة حاجات، الملك والعقل والقلب، وفي جند آخر فيه الشيطان والنفس الأمارة والهوى، دي معركة شغالة بجاي الملك والقلب والعقل وبجاي الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. قال فإذا غلب هذا الجند جند الشيطان فإن العبد ينال السعادة والخير والبهجة والسرور إلى آخره. وإذا غلب هذا الجند الجند الآخر اللي هو جند الخير، غلب جند الشر جند الخير، كانت الهموم والغموم والشقاوة إلى آخره. واستولى العدو على العبد، العبد الإنسان، العدو الشيطان استولى على الإنسان وهو ملك هذا الجند، ملك الجند جند الخير ناس القلب والعقل. قال وطبعا ما ملك هو ما ملك للملك، لكن هو في صف شنو الملك الإنسان يريد الخير. فإذا غلبه هذا الجند واستولى عليه وصار أسيرا عنده، قال ابن القيم رحمه الله فإن فوقه فوق هذا العبد المأسور ملك قاهر لا يقهر، غالب لا يغلب، فيبعث إليه رسالة إلى هذا العبد الملك من القاهر الذي لا يقهر الله تعالى، والغالب الذي لا يغلب الله تعالى، يرسل إليه رسالة إن استنصرتني نصرتك. فإذا قال هذا العبد لا حول لي ولا قوة وكيف أصل إليك وكيف أقبل عليك، فإن قال هذا الكلام وهو مستغن عن ربه سبحانه وتعالى تركه الله وحاله، وإن قال هذا الكلام انكسارا لربه
وطلبا لعونه سبحانه وتعالى وفرارا إليه، فإن الله تعالى ينصره على عدوه الشيطان. فإنت محتاج كل الحاجة إلى اللجوء إلى الله تعالى، وبعدين تبعد من أسباب المعاصي كلها، تبعد منها. ما تقول أنا والله تقيه وما في شيء وكذا وكذا، وتمشي بعدين بعد تمرق تمشي تعدي عليه ولا الله يحفظنا الحمد لله. تاي الشياطين دي بخافوا مننا، الرغية دي بنجيها، الرغية من الدين مش من الدين، لكن ما تمشي تبقية مهنة تمشي كذا ولا تنشغل بها عن دعوة الله تعالى، لك ماشي شغال رغية. خدت لي المرة وقال شغال رغية، قال اخرج، وهو بكون في مرض دخل في قلبه المرق الجليل، اخرج اخرج. وبعدين فيها ثلاثة مشاكل ما عملت حسابك بتتورط. مشكلة الأولى الغرور، في ناس جاءوا بيجيهم غرور، يقول لك أنا الشياطين دي بتخاف مني. شيطان طبعا زي ما يقولوا دقوا فيه مقلب، يقول لك الشياطين دي بتخاف مني، مما أجي داخل بيصرخ طوال الشياطين، يجيه غرور. اثنين المال، لك الجلسة دي ب300، ولو زول مفلس تكشه سريع، ولا شيطانك ده خلاص مرق. ولو زول غنيان تقول له شغلك ده قديم ودار 7 جلسات والجلسة بكذا وكذا وكذا. المال. ثلاثة فتنة النساء، الله حفظك القرآن ده ما تتخذ غرضا وإنما ترجو به ما عند الله سبحانه وتعالى. كتاب عظيم، تتعلموا وتراجعوا وتحفظوا وإلى آخره، وتقرأ التفسير الصحيح فيه وتنشره بين الناس، فتنالوا الأجر العظيم. ناس معليش، ناس إذا إنت ما رغيت ليون بيمشوا للدجالين، بيمشوا للسحرة وكذا، ترغي ليون، لكن يكون في المهم يكون في وضع، ما يكون فيه معصية، يكون فيه معصية. تمشي تخلب المرأة وتكون هي مكشفة وما في محرم وهو إلى آخره، مشاكل. وبعدين ما في ناس رجال بيحتاجوا إلى رقية إلى آخره. المهم إنت إذا بيمشوا للدجالين وكذا تغلق لهم الباب ده، تقرأ لهم وبشنو بحدود، ما تتخذها مهنة تمشي تفتح لك محل واحد مؤجر له شقة ويقول لك العلاج بالقرآن الكريم والشيخ فلان الفلاني، وتلقاه ذاته ما حافظ القرآن، بس حافظ لك مايا ولابس لي عمة قليدة والمهم وحافظ لك كم حاجة كذي ويجي. والله أنا حضرت واحد في منطقة اسمها الرضمة قدام رفاعة، ده جابوا له الزول قاعد يلف فيه وكذي، وزوت البرغي ده زول عاتي. أنا ضحكني لما مرقت برا الديوان، قعدت أضحك في ديوان، جابوا لنا فرين قالوا أقرأ لهم، وعاتي عاتي عتو شديد، بعدين قاعد يلف كذي، يعني ده الزول اللي بيقروا له قاعدوا قاعد يلف فيه كذي. وخرج من الشعر ومن الراس ومن الكرعين وشنو كلام زي ده. بعد شويه الزول لقدر ما قرا لا بيستحضر، انت عارف عمل لجنو. انا ضحكني لما مرقت برا، ملك راع وشفته وزول عاتي وده شلود، بس هنا الزول ده صرخ، انت كان ادوك شلود هنا بتصرخ مش بتكورك، ادي شلوت هنا الزول قاعد يكورك، انا ذاتي مرقت برا بقيت اضحك، غلبني ذاته. قلت له الزول شلوتك ده والله مش، لو زول ما ممسوس، لو زول ما عنده اي شيء بكورك انت كذا، اقعد كذا ان اجربها فيك انت يا اخ، معقول يا اخ تلعب بعقول الناس قدر ده وكلام زي ده وبلاوي ثقيله جدا، عمره 30 سنه ما تزوج، ساوي له ذاته سحر ولا شنو بتاع زواج، ما قادر يتزوج ذاته، ومصائب كثيره جدا. فلذلك نسأل الله العافيه ويعافينا ويعافيه، وما تلعب بعقول الامه. الله حفظك الكتاب ده، ابتغي به ما عند الله سبحانه وتعالى، مجتمش تقول والله انا خلاص. واحد برضه في البلد قال لي والله الذي رفع السماء باللفظه كذي، قال لي الناس دول صليت لهم شهر ما ادوني حقي، صليت لهم قال لي شهر
ما ادوني حقي والذي رفع السماء. انا انت لو شفت سبعه سبعه صليت لهم عاديين يعني نازل الصلاه دي وكيف صليت لهم ومصايب ثقيله وبلاوي. فلذلك انت شنو ابتغي به وجه الله تعالى، تحفظ القران، تخش السوق طوالي تشتغل، وتشتغل شغل ما يشغلك من الدعوه، شغل تمرق الصبح تلقى تجي راجع العشاء دخل لي طوالي، وقالك تغدو خماصا وتروح شنو بطانا. الطير بيجي قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ مش قبل المغرب، انت ما تفوتها للمغرب، تمشي للعشاء ويقول لك والله فترانين ما قادرين ذاته نراجع القران ولا قادرين نعمل اي شيء، ما كويس كذي. اشتغل شغل الظهر ولا بعد الظهر ولا قبل الظهر شويه وتقيف. كان اضطريت يوم يومين للمغرب المهم، لكن ما يكون شنو شيء يشغلك عن دعوه الله سبحانه وتعالى، انما تجمع بين الخيرين فتتكسب الكسب الحلال وتسأل الله سبحانه وتعالى، وتذهب تبلغ وتنشر دعوة الله في أرحام تصل في أهل تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، وتبتعد عن المعصية، تبتعد عن المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه المعاصي والذنوب شر. النوع الثالث والأخير من الصبر، الصبر على أقدار الله، أي أن بعض هذه الأقدار أن بعض الأمور يتألم منها العبد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه شنو راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تصبر، يجيك ابتلاءات يقول لك السلام عليكم وعليكم السلام، قريبك مات، ده نقص من الأنفس، تبعد ده تكون ذو الصابر، انت ذو القرآن. والصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصلوا بك يقول لك والله المخزن بتاعك، انت تاجر كبير، المخزن يتحرق، ده نقص في الأموال، تصبر تصبر. نقص في الثمرات، تمشي السوق تلقى ماف دار تشتري ماف أو قليل الشيء دار تشتريه، أو تبتلى بمرض سكري بضغط بغيره، تصبر تحتسب. الآن واحد من المشايخ الكبار نحسبه والله حسيبه شيخ ربيع، واحد من أخواننا اللي هو شيخ مزمل حفظهم الله جميعا، قال مرة مشيت له واحد صباحا أو قريب واحد صباحا، قال يا دوب جا داخل وقال دخل مكتبته قال بيكتب في شرح لصحيح مسلم، قريب واحد صباحا بيكتب في الشرح، وهو بلغ من العمر ما بلغ. وابن عثيمين رحمه الله تعالى من الإنعاش عمل محاضرة، وصلوا التوصيلات وكذا عمل في الحرم أو في منطقة. والألباني رحمه الله تعالى قيل أنه مات وبعض كتب السنن في صدره، سنن أبي داود ولا واحد من الكتب. فإنت شنو يعني تبتلى، لكن مع هذا الابتلاء تكون مجتهدا، تصبر وتحتسب وعلى هذه الأقدار وعلى هذه الآلام. ناس بيبتلوا يا أخ في أمر الدنيا، إنت برضو تبتلى تصبر يا أخ. واحد تلقى يركب له عربية إمش مغبر ومغبش وإمش ليه هناك الخلع، تلقاه ساعات طوال خمسة سبعة ساعات، وتلقاه حفر وخش في أنفاق جوا، ده كله عشان ذهب، دار له ذهب، مغبر وتعبان وزح من أولاده وكذا. أنت مش ذهب، قرآن وعلم. فتصبر تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتصبر على الآلام والأقدار. الزول يا جماعة لما نصبر بينال ثمرات، منها أنه يصير محبوبا عند الله تعالى. قال سبحانه إن الله يحب، قال والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين في سورة آل عمران. اثنين من فوائد الصبر أن الصابر ينال الأجر العظيم عند الله تعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
بغير حساب. ثلاثة، الزول الصابر يدخل الجنة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا جماعة، الناس تصبر تشكر الله على هذه النعم وتجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم.